خلينا نروح نستقبل من خلال ابلكيشن زوم الروائيه والمترجمه الاستاذه نهى الشاذلي اللي ليها اعمال ادبيه مترجمه مميزه جدا زي كتاب اقرا الناس كانهم كتاب وده للكاتب باتريك كينج وروايه كل صيف تلاه او افري سامر افتر وده للكاتبه كارلي فورتشن. اهلا بحضرتك استاذه نهى. اهلا بيكي. اهلا بيكي منورانا من خلال ابلكيشن زوم ربنا في يحكى يخليك. عنا. شكرا شكرا جدا، انا مبسوطه ان انا معاكي النهارده. احنا كمان مبسوطين بوجودك معانا جدا. ولما بتيجي تترجمي نص ادبي ايه اهم المعايير من وجهة نظرك استاذة نهى اللي بتراعيها في ترجمة حضرتك؟ تمام. اهم حاجه بهتم بيها هي ان انا انقل اسلوب الكاتب زي ما هو. في بعض المترجمين بيترجموا باسلوبهم هم، بيبقى اسلوب المترجم هو اللي طاغي. انا بحاول ان انا ابعد اسلوبي تماما واترجم باسلوب المترجم، اظهره على قد ما اقدر. تاني حاجة اللغة مهم جدا. يعني اللغة الإنجليزية فيها مستويات كتير، في زي لغة شكسبير مثلا اللغة الإنجليزية القديمة، وفي لغة الروايات الحديثة اللي هي كأني زي ما بكلمك دلوقتي. كل ده حاجات أنا يعني هتلاقي إن كل كتاب أنا ترجمته هتلاقيه اللغة العربية اللي فيه مختلفة عن الكتاب التاني، يعني مستواها مختلف أو الفصاحة بتاعتها هتلاقيها مختلفة. ده على حسب الكاتب هو أصلا كان كاتب إزاي الرواية أو العمل الأدبي.